احنا مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه، وقبل ما نستقبل ثاني ضيوفنا اكيد نطمن اليوم كيف حيكون طقسنا كونه نحن ببدايه الاسبوع. صحيح رشا، يعني ومثل ما شفنا خلال هاليومين كانت درجات الحراره مرتفعه وحسينا انه يعني الاجواء شوي صيف نوعا ما. صحيح، لنعرف اكثر الجواب الاكيد مشاهدينا معنا باتصال هاتفي الاستاذ حسان الجردي. يسعد صباحك استاذ. الو، صباح الخير. صباح السلام. استاذ حسان، خبرنا شو احوال الطقس ودرجات الحراره بالمحافظات السوريه، هل رح نشهد منخفضات بالايام القادمه؟ هلا بدايه صباح الخير بالنسبه للاخبار السوريه، نحن هلا ضمن حاله عدم استقرار بالنسبه للمباريات، اديت لخطوات اقتصاديه بالشمال والداخل، كانت اكبر كميه تطول في محافظه الرقه 5.5 تقريبا مليمتر، بحلب 1.2 مليمتر، بجرابلس 1، باللاذقيه تقريبا بنص مليمتر. حاله عدم استقرار مستمره لليوم نتيجه تاثرنا باتجاه منخفض جوي صفي من الجنوب الشرقي عم يترافق مع تيارات جنوبيه غربيه بطبقات الجو الابيض. اليوم درجات الحراره بتوالى انخفاضها بشكل ملموس لتصبح ادنى من المعدل تقريبا بمعظم المناطق من 3 الى 5 درجات مئويه، بينما تبقى حول معدلاتها بالمنطقة الشرقية والجزيرية. الأجواء بشكل عام بتكون ربيعية معتدلة بين الصحراء والغائمة جزئيا بشكل عام، مع بقاء الأمطار والنفضات ربيعية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية. هلا بشكل عام بتستمر معنا هذه الأجواء لليوم. نعم. من بكرة بتبلش الأجواء تستقر بشكل تدريجي ودرجات الحرارة ترتفع وتستمر بالارتفاع حتى يوم الثلاثاء والأربعاء لتستمر بارتفاعها. نهار الاحد والاثنين تكون اجواء ربيعيه معتدله، حرارات حول المعدل او اعلى بقليل، بينما تبلغ ذروه الارتفاع يومي الثلاثاء والاربعاء لتكون الحرارات اعلى من معدلاتها بمعظم المناطق تقريبا 3 الى 7 درجات مئويه. الاجواء السلميه بتكون بالمناطق الشرقيه والباديه السوريه وبتستمر معنا طيله ايام هيدا الاسبوع. الرياح عم تكون غربيه لشماليه غربيه معتدله السرعه، مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان لليوم 70 كيلومتر بالساعة، يصير الغبار بمعظم المناطق الداخلية والبحر خفيف ومتوسط ارتفاع. هلا نهار بكره الصبح احتمال يكون في عنا ضباب خفيف إلى متوسط في المنطقة الوسطى في الشمالية في المرتفعات الساحلية، وبتبلش الأجواء تستقر مثل ما ذكرت، وبتكون الأجواء بين الصحراء والغائمة جزئيا حتى تصل إلى أجواء حارة يومي الثلاثاء والأربعاء بحرارات اعلى من المعدل من 3 الى 7 درجات مئويه. نهايه الاسبوع الخميس القادم بتبلش الحرارات تنخفض في معظم المناطق، بتتحول الاجواء الى اجواء ربيعيه غائمه جزئيا مع بقاء الحراره اعلى من المعدل من 2 الى 4 درجات في نهايه هيدا الاسبوع. درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 25/12 للقنيطره، 20/11 القلمون المرتفعات الجبليه، 19/8 درعا، 25/14 السويداء، 20/11 المنطقة الوسطى، 15/22/14 بحماه، 25/15 منطقة الجزيرة محافظة الحسكة، 30/18 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 21/18 شمال حلب وإدلب، 25/16 دير الزور المنطقة الشرقية، 30/20 الرقة، 28/17 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر، 28/16. استاذ حسان قبل ما نختم معك، عم نشوف بعض الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي انه نحن هي السنه على موعد مع صيف حتكون درجات الحراره مرتفعه جدا. هلا الحراره عم تكون مرتفعه تحديدا، هلا نحن بفصل الربيع بنهاياته، الاجواء عم تكون متقلبه والتغيرات عم تكون سريعه وعم نلاحظ حراره عم تكون عاليه. هلا ضمن هدول اليومين اللي بدنا نحن نشهدهم الحراره رح تتجاوز 35 درجه بمعظم المناطق، وراح تكون اجواء حارة يمكن تلامس نهاية الثلاثينات لحدود ال 39 درجة تقريبا إن كان بالشرقية وفي الجزيرة ببعض المناطق أو بالشمالية. فالأجواء رح تكون متغيرة بشكل عام تحديدا، والأجواء الحارة عم نلاحظها في هيدي الفترة ما بين تقلب ما بين حرارات معتدلة إلى حارة أو حارة نسبيا ببعض الأحيان. الصيف رح يكون هيدي السنة يمكن متغير عن السنوات السابقة، رح نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة، ورح تكون هناك بتخللها باذن الله تعالى حارات اعتدال وحارات تكون مقبوله نوعا ما في اغلب المناطق.